اي بالضبط، شكلي قلت 6 ايام وانتي عندنا. فعاليات حلوة جذابة. يوي بنت تبكي. خلاص خلينا نتأمل، شوف الإذن. نسبت له لي ساعة هنا. الوظيفة بس إني كشكش على الناس. طيب اشرحوا لي ليش هذا فاضي، ابغى افهم ايش الفرق بين بيت الرعب هذا وبيت الرعب الثاني اللي هناك. بيت الرعب ما راح ادخله ابدا، مستحيل. مامي حتى لو دخلته ما راح اصور، بس راح اصور لكم بس بنزله بسناب او شيء زي كذا. Yeah.
قابلين الجواب سهل معنا. اصبر شوي بس بعد الصلاة بنرقص كذا فعاليات حركات. خلي فارس تصور يا ماجدة. رح صور صور عادي. فارس كذا الأطفال كلهم بيتصورون معه. اللي موجودين اصبروا بعد الصلاة في فعاليات لا تروحون بعيد. ما يتكلم ترى صامت بس. يلا حنوقف. يتكلم لغة الإشارة. الموجودين خليكم بعد الصلاة رح